بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اكفنا نحن وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولهم شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بقية الأبواب الواردة في كتاب الرقاق من صحيح البخاري. باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. جايب هذا الباب علشان بعد نفخة البعث والنشور، لما اتكلم على الصور والنفخ يبقى ايه في نفخة البعث والنشور. فالآية بتذكر اعتقاد الكفار انه لا بعث ولا نشور. ألا يظن، يظن معنى يعتقد في لغة قريش. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، مبعوثون ليحاسبوا ويسألوا، يوم عظيم اللي هو يوم القيامة معلوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني للفصل بين القضاء، يقوم من قبورهم يعني. وقال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، قال الوصولات في الدنيا، يعني يوم القيامة تتقطع الأسباب بين العباد، فلا واسطة ولا وساطة ولا أنساب إلا نسب الإيمان. فالإيمان نسب، والنبي يقول: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسب. يبقى أسباب الإيمان بس هي التي توصل في هذا اليوم، أما غير ذلك فلا ينتفع الكافر بنسبه للمؤمن لوجود الكفر، وينتفع بنسبه للمؤمن إذا وجد فيه الإيمان. يبقى الوصولات في الدنيا يعني إيه؟ الأسباب اللي هي الوصولات، اللي هي إيه؟ اللي هي العلاقات البينية بين الناس، من نسب ومن صداقة ومن معارف ومن أتباع ومن أنصار. وتقطعت بهم الأسباب، قال الوصولات في الدنيا، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه، قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون. ابن عون ده هو عبد الله بن عون بن أرطبان بصري، عن نافع، يروي عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رشحه يعني عرقه، لأن احنا قلنا أن الشمس هتقترب وتبدل الأرض غير الأرض، لا عوج فيها ولا أمت ولا علامة ولا رسم ولا جبل ولا شيء، وتبقى مسطحة كده كالرغيف، وتقترب الشمس من الرؤوس ويرشح الناس يعرقوا. كل دي حال مين؟ حال الكفار على فكرة. المؤمنين مش كده، المؤمنين مش في هذه الحالة،
يبقى احنا بنوصف حال الكفار. المؤمنين مع النبي حول الحوض بيشربوا ومبسوطين ومطمئنين وخلصوا حسابهم في قبرهم، فخارجين مغفور ليهم خلاص، وقاعدين بس مستنيين الموقف يتم ويخشوا على الجنة على طول. يبقى ده حال مين؟ حال الكفار. يوم يقوم أحدهم، يعني الكافر منهم، في رشحه، يعني عرق نفسه من شدة الخوف واقتراب الشمس، إلى أنصاف أذني، بعضهم يصل عرقه لنصف أذنه فيلجمه العرق، يعني إيه يوصل لحد حتى فمه، وبعضهم إيه لحد صدره وبطنه وقدمه وهكذا، كل على حسب إيه درجة كفره، لأن الكفار برضو إيه درجات في كفرهم، في كفر، في كافر عاتي مجرم، وفي كافر بسيط ما يا دوب هو كفر وخلاص، لكن عاش حياته حياة بسيطة، لا ضر حد ولا ايه ولا عمل مشاكل كتير، فده يبقى رشحه قليل برضو على قد ايه سوء عمله القليل. العجيب ان الماء هيفقد استطراقه، لان لو انت بتعرق الميه تنزل على الارض، وده ينزل على الارض وينزل على الارض، مش هيبقى على مقاس كل واحد، مش كده برضو؟ لا، ده كل واحد عرق وينزل على قده، كانه واقف في حوض خاص بيه، ويفضل العرق بتاعه يصعد 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 لحد ايه ما يتفاوت صعوده بتفاوت درجات معصيته حال كفره. وعن ابي قال وحدثني، في روايات حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد، سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يعني عرقه كمان يمشي في الأرض ويتخللها مسافات، لأن يوم طويل على الكافر 1000 سنة. هو كان 50,000 سنة بشفاعة النبي، خلاه للكافر 1000 سنة وخلاه على المؤمن كما بين العصر والمغرب، يعني حتى الكافر انتفع برضه في شفاعة النبي لأنه رحمة للعالمين. حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. كل ده وصف مين؟ الكافر، لأن في ناس يعلموا الناس يفكروا إن ده وصف المؤمنين والكفار كله سواء. لا يا سيدي، المؤمنين دول إيه يبعثوا وفد لله زي كبار الزوار كده، والتانيين يبعثوا ورد، ورد يعني عطاشة من شدة العرق، فيدخلوا على جهنم وهم شديد العطش شديد الجوع، شديد العطش شديد الجوع، يوم ايه يبتدوا ياكلوا بقى ايه اكل جهنم نعوذ بالله، لان شدة جوعهم اشد من معاناتهم من الزقوم. عصاة المؤمنين مع المؤمنين، المؤمنين دول امة واحدة واخدين بايد بعضهم يشفع بعضهم في بعض، أمة واحدة. باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة. ليه سماه الحاقة ربنا؟ لأنه بيحق فيه الحق، فسماه الحاقة لإحقاق الحق، حتى على مستوى البهائم مش على مستوى الإنسان بس، حتى الشاة التي كانت لها قرن تبعث بغير قرن، والشاة الجلحاء التي خلقت بغير قرن تبعث لها قرن حتى تأخذ حقها من الشاة القرناء. دي كانت بتنغز دي بقرنها والتانية ملهاش قرن تنغزها زيها، يوم ربنا سبحانه وتعالى يبعث حتى الدواب ياخدوا حقهم من بعضهم البعض، ثم يصيروا تراب بعد ذلك. يوم الكافر اما يشوف المنظر يقول يا ليتني كنت ترابا. باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور، الحقة والحاقة واحد،
الحقة يعني بغير ألف كده، ح قف تاء مربوطة، أو الحاقة، الاثنين معنى واحد. والقارعة، ومن أسماء القارعة لأنها تفزع القلوب، تقرع القلوب يوم الفزع الأكبر، وتتلقاه الملائكة إيه، ألا تخافوا ولا تحزنوا، يبقى يوم الفزع. فالفزع ده اللي هي القارعة التي تقرع القلوب. والغاشية، الغاشية لأنها تغشى الناس، تغطي الناس بشدائدها، سميت أيضا الغاشية. كل دي أسماء ليوم القيامة باعتبارات مختلفة. والصاخة، الصاخة لأنها إيه، من شدة إسماعها وصوتها المرتفع تصخ الأذان، يعني تصم الأذان من شدة الصوت المرتفع. والتغابن، وبرضو يوم التغابن، التغابن غابن أهل الجنة أهل النار. التغابن يعني إيه؟ يعني التخاسر، كأن إيه، الإنسان يشعر بأنه خسران، لأنه الغبن هو إيه؟ هو انتقاص الحق. فكل واحد يحس أنه انتقص نفسه حقه، حتى لو دخل الجنة، لأن في أوقات كان غافلا، فلما يشوف ثواب ذكر الله يقول يا ريتني كنت ذكرت في أوقات الغفلة، وهو في الجنة لما رأى من فوت درجاته. فهمت؟ يبقى حتى أهل الجنة يتغابنون، وأهل النار كمان يتغابنون من باب أولى، يكشف لهم عن مقعدهم اللي كانوا هيدخلوا في الجنة وحرموا منه، فورثه أهل الإيمان، فيتغابنون فيها. فالكل يتغابن يوم التغابن. أهل الجنة أهل النار، غابن أهل الجنة أهل النار، يعني إيه؟ يعني أهل الجنة خدوا مقاعد أهل النار فورثوها، لأن لا يخلق الله إنسان مكلف إلا ويخلق له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فيدخل أهل الجنة الجنة، طب وأهل النار اللي ما دخلوش ليهم مقاعد، يرثها مين؟ يرثها أهل الجنة. وعنه به قال، وبرضه اسمه يوم الحسرة عشان التحسر، ويوم التلاق عشان التلاقي واللقاء، له أسماء كثيرة. يوم القيامة ده له أسماء كثيرة. بعضهم جمع أسماء يوم القيامة وصل ل 80 اسم، وكل اسم يدي لك معنى جديد في اليوم، حالة جديدة في اليوم. وعن أبي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش اللي هو سليمان بن مهران قال حدثني شقيق اللي هو شقيق بن أبي سلمة، شقيق بن سلمة قال سمعت عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء، في رواية في الدماء، يبقى في حساب وفي قضاء. الحساب في حقوق الله، والقضاء في حقوق الخلق. فهمت؟ يبقى الحساب الأول ربنا ليه حقوق عليك، أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وأن تطيعه في أوامره سبحانه وتعالى. قال لك صلي تصلي، صوم تصوم، زكي تزكي، حج تحج، أصدق القول تصدق القول، كن أمين تكن أمين. ما عملتش كده يحاسبك. طب أول ما هيحاسبك يحاسبك على الصلاة الأول. يبقى أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فيما بينه وبين ربه إيه؟ الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عملي، وإن فسدت فسد سائر عملي. وأول ما يقضى بين الخلائق في الدماء. قتلت مين وجرحت مين الأول؟ قتلت مين وجرحت مين؟ دي الدماء. دماء اللي هي القتل والجرح والجرح. كويس؟ وعن أبي قال حدثنا إسماعيل اللي هو إسماعيل بن أبي أويس بن أخت الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب قال حدثني مالك اللي هو خاله وشيخه عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو عبد الرحمن بن صخر على الراجح سيدنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت عنده مظلمة أو مظلمة، تنفع بكسر وتنفع ايه بالفتح، مظلمة بالفتح كده من المرة، المظلمة الواحدة يعني،
ومظلمة من الحالة، حالة ظلم يعني. من كانت عنده مظلمة، مظلمة لأخيه، في رواية من أخيه، فليتحلله منها في الدنيا يعني. لو في حاجة، لو انت ظلمت حد او حاسس ان في حد زعلان منك، صلحه في الدنيا بدري بدري بدل ما يتحكم فيك في الاخرة ويتعبك. فهمت؟ في الاخرة سهل يتسامح لانه مش شايف اهوال يوم القيامة. يوم القيامة يمسك في خناقك وما يسامحكش لما ياخد اغلى ما فعلت من طاعات، ومش حضر لما ياخد ثواب عمله كله، يوم يجردك من اعمالك تلاقي نفسك واقف ده المفلس. لكن اما تتحلله في الدنيا سهلة، هتجيب له دستة جاتوه وتطبطب عليه وتاخده في حضنك وحقك عليه، خلاص الدين سهلة خالص. تجيب له ده كربط، تجيب له فرختين وتلاقينه حقك عليا، وتعمل له زيارة وتتحلله سهلة. انما يوم القيامة هتدي له حجتك والجامع اللي بنيته والصلوات اللي صليتها، تلاقي نفسك تجردت من هذا كله. فده كده مسألة خطر. فهمت؟ يا رب. فليتحلله منها يعني قبل يوم القيامة، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. ثم يعني هناك، ده ظرف مكان وظرف زمان. ثم ده ينفع ظرف مكان غير ثم، ثم دي ايه؟ من حروف العطف. لكن ثم، وإذا رأيت ثم رأيت، يعني هناك في الجنة يعني. يبقى ثم ده ايه؟ ظرف مكان وظرف زمان، يعني في زمان القيامة، في يوم ايه، وفي مكان القيامة. فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. هناك بقى لا في جنيه استرليني ولا يورو ولا مصري ولا ذهب ولا فضة، ما فيش بقى الحاجات دي خلاص. ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، لأن هيبقى العملة هناك إيه؟ ثواب الحسنات، هي دي العملة. فاهم؟ فلما تيجي تدفع حاجة هتدفع من حسناتك. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، يعني من ثواب حسناته. وأخيه يعني إيه؟ من ظلمه يعني. فإنه لم يكن له فإنه لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. افرض أنت بقى إيه؟ خلصت حسناتك ولسه في ناس مظلومة. يقوم المظلوم يقول لك أنا مش حد عنه يا رب إلا لما تحط له السيئات بتاعتي على دماغه، يشيلها عني وأمشي أنا أعدي. وربنا مش هيعديك إلا لما يردي، أما تردي خصومك. خد بالك، مش هيعديك إلا إيه؟ اما تردي خصومك. لكن من رحمة ربك بيه بقى لما يريد بيك العفو يعمل ايه؟ يقوم يكشف لخصومك ثواب كبير في الجنة. يقوم يشوفوه يقولوا مين ده يا ربي؟ قال لمن يعفو عن اخيه، قولوا عفونا عنه. خش. يعني بقى ربنا سبحانه وتعالى ممكن ايه؟ يعني يجبر خاطر بعض الناس لما يعلم من ايه؟ من صدق ايمان في قلوبهم، فيردي خصماءهم عليهم بان يديهم هو الاجر من عنده، من محض الفضل والكرم. وعن ابي قال حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل، والغل اللي هو الحقد واراده الانتقام والحسد والتباغض، كل ده اسمه غل. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ده حال أهل الجنة كده. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. يبقى ايه؟ انت هتعدي على الصراط وتحتيك جهنم، نسأل الله السلامة. والصراط ده الطريق الوحيد للجنة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فلابد تعدي.
فلما تنجو بقى الحمد لله وبقيت خلاص الجنة قدامك وعديت النار، تلاقي حتة اسمها القنطرة، يقول لك وقف هنا، وقف هنا اركن، واخد بالك؟ عارف اما يبقى فيه لجنة مرور وعاملها لك كده ركنة وانت ماشي في طريقك سفر بقى ومسرع، يقول لك اركن هنا علشان الرادار صورك، تعال هنا يعطلك بقى، فاهم؟ فكذلك بعد ما تعدي بقى انت وفاكر انك عديت خلاص هتوصل مقصودك الجنة قدامك، يقول لك تعالى انا اركن هنا في مظالم لسه، تيجي تركن تلاقي الناس اللي انت ظلمتهم واقفين كله ماسك خناقك، تعالى هنا انت هتفلت تروح فين؟ الحتة دي اسمها ايه؟ القنطرة. يبقى القنطرة دي بين الجنة والنار، بعد ما تخلص الصراط يقف عليها الناس اللي انت ظلمتهم مستني تخلص حسابك معاهم عشان ايه؟ يتركوك للجنة. عشان كده كان زمان الصالحين لما حد يظلمه يقول له ايه؟ موعدنا القنطرة، سلام عليكم وخلاص، ولا يتخانق معه ولا حاجة، يقول له احنا موعدنا يا سيدي القنطرة، طب سلام عليكم يلا، فاهم؟ الناس كانت قارية وفاهمة، قارية حديث النبي وفاهمة، لكن دلوقتي يقول لك القصاص 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 القصاص، يعني عايز ياخد حقه في الدنيا بس. طب ما اصبر، خده في الآخرة يمكن أحسن، ما انت لو خدت منه مبلغ النهارده هتصرفه وتجيب بيه اي حاجه تخلص تستهلك، خليه محوشها لك في القنطره انت تاخده، فاهم؟ فموعدنا القنطره يا سيدي. طبعا هتلاقي الشعب المصري كله واقف على القنطره دي طبعا، وماسك حكامهم بقى، كل الحكام واقفين هناك يا عمي، والوزراء والرؤساء والمجالس المحليه وفضايح، والشعب المصري كله عن بكره يا ابي واقف مساكين، واخد بالك؟ ياخدوا حقوقهم اول باول، فما تخافوش يا اهل مصر هتاخدوا حقكم، هتاخدوا حقكم. وكل من كان على شكلتين من المظلومين في بقاع الارض بقى، لان ربنا لا يقبل الظلم. يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. في رواية فيقتصوا بالتاء كده، وفي رواية فيقصوا بغير تاء، روايتين للبخاري صحيحة، فيقصوا فيقتصوا الاثنين صح، روايتان صحيحتان. حتى إذا هذبوا من التهذيب بقى وتنظفوا يعني من المظالم، ونقوا وأصبح نقي من إيه؟ من المعاصي والذنوب المتعلقة بالخلق، أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. يعني أول بقى ما يخلص الحسابات دي كلها ويدخل الجنة، عارف بيته في الجنة كأنه عارف بيته في الدنيا، مش محتاج حد يقول له تعال أنت هنا، لأن الأرواح دراكة، مش محتاج بقى إيه يعني يسأل شيخ الحارة وحد ماشي في الشارع في الجنة يقول له لو سمحت المنزل بتاعي عنوانه، يقول له تمشي كده وعلى يمين وتحاول، ما فيش الكلام ده. هو يدخل الجنة عارف سكته على طول، كما يعرف طريق بيته لا يتوه عنه، فهمت؟ فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. باب من نوقش الحساب عذب. احنا قلنا ان في حاجة اسمها العرض، تعرض اعمال العباد، كل واحد يعرض اعماله عليه بالصوت والصورة، بالصوت والصورة، يعني يمثل له حياته كلها كده زي شريط سينما، الصوت والصورة والاماكن، يعني متلبس، فربنا ينجي. بعد ما تعرض الاعمال مجموعة كده ربك سبحانه وتعالى يقول لهم ادخلوا الجنة كفاية عليكم يلا. طب وليه عرض عليهم لما هيدخلهم الجنة؟ عشان يعرفوا فضل الله عليهم، يشوف تقصيره وربنا ستره وعداه، يوم يعرف فضل الله عليه. وفي مجموعة تانية يقول لهم اتعرضت عليكم، تعالوا بقى انتوا اقفوا هنا علشان هنتحاسب، يبقى هنتناقش. والنبي عشان كده قال ايه؟ من نوقش الحساب عذب. يبقى الحساب اليسير المذكور في القرآن هو العرض، واما الحساب العسير في القرآن هو المناقشة، تتناقش واستجواب بقى، وربنا ينجي. باب من نوقش الحساب عذب. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود
عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت أليس يقول الله تعالى، ستنا عائشة بتستفهم، أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. الحساب اليسير ده العرض يا عائشة، احنا بقول لك نوقش الحساب. فستنا عائشة فاكرة الحساب اليسير انه دخل في ايه، في كلمة نوقش الحساب دي. قال: لا لا، ده نوقش الحساب يعني سوف يعذب، يعني بقى متهم بقى. لكن في كتير من الناس ربنا يقول لهم: شفت اعمالك السيئة سترتك فيها في الدنيا واسترها عنك الان، خش على الجنة. يوم يجري على الجنة وهو بيتلفت وراه خايف لحسن ايه يجي ملك ولا حاجة شارد وجابه من قفاه، فهمت؟ لانه عارف انه دخل الجنة مع تقصيره، لكن ايه شمالته عفو الله ورحمة الله. وعن ابي قال: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الاسود قال: سمعت ابن ابي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، وتابعه جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المتابعات دي كلها عشان يقوي إيه الخبر. وعن أبي قال: حدثني إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور ده مروزي وكان يقول عليه الكوسج، مشهور بالكوسج. قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة. ويبدو أن الكوسج اللي هو عظيم الإيه اللحية، يعني لحيته ضخمة كده درجة يقال دخلت فيها عقربة، قعدوا شهر يدوروا عليه حد ما لقوه من كتر ما يعني لحيته كسة يستخب فيها، يعني لو دخل فيها حاجة تتوه فيه. قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني القاسم بن محمد قال: حدثتني عائشة. قاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن سيدتنا عائشة أخت أبيه، تبقى عمته رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، يعني ليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا إيه هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني سهلا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وعن أبي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى حول إسناد يعني. قال: وحدثني محمد بن معمر قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد عن قتادة، اللي هو سعيد بن أبي عروبة اللي بيروي عن قتادة بن دعامة السدوسي، قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. سئلت ما هو أيسر من ذلك؟ إيه؟ أن تعبدني ولا تشرك بشيء. قلت لك أيسر من كده، ما عملتش. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله إيه ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فكأن النبي هنا بيفسر القرآن. بيجي لك بعض الناس يقول لك: وليه النبي ما فسرش القرآن؟ لأن أنت ما قريتش الأحاديث. أحاديث النبي ما هي إلا تفسير للقرآن. اقرأ الأحاديث ترى تفسير النبي للقرآن. وعن أبي قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثني الأعمش قال: حدثني خيثمة
عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان. ترجمان تنفع الاثنين، ترجمان أو ترجمان. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، يعني صدقة، وصدقة ولو ضئيلة، بشق تمرة يعني نصف تمرة. قال الأعمش حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح. كأن النبي شايفها، اتقوا النار ويعمل كده كأن النبي شايفها، ايه ده، ربنا بيكشف له. ثم أعرض وأشاح، ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأجاز السبت القادم، السبت القادم إيه؟ أجازة، نلتقي السبت بعد القادم، لكن الأحد مش أجازة، بكرة والأحد اللي بعده ماشي خلاص، السبت بس هو اللي أجازة، السبت القادم إن شاء الله. ونسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.